ودلوقتي هينضم لينا عبر زوم السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. مرحبا بيك، أهلا، صباح الخيرات. أهلا وسهلا بحضرتك. كيف نجح المشهد الإعلامي في فرد مساحات للمرشحين لعرض برامجهم؟ لا ما شاء الله، الحقيقة أنا شايف أولا عرض وافي يمكن أكتر مما يحتاج مواطن زيي، وأيضا أمين بحيث أنه قسم الشاشة إلى الأربعة مرشحين. وبالطبيعة نحن الآن صرنا نعرف، أعترف بأمانة أن أنا فيما عدا المرشح رقم واحد لم أكن أعرف بقية المرشحين معرفة لصيقة، فاستمعت إليهم أهلا وسهلا، كلهم ناس محترمين، وبإذن الله ما يختاره الشعب المصري يكون فيه الخير. بإذن الله. الانتخابات المرة دي بالتحديد ليها أهمية خاصة، ممكن نعرف ليه مهم هذا الاستحقاق الدستوري في هذا التوقيت؟ هو إحنا درسنا في الدستور أن الانتخابات حق للمواطن أو هي واجب على المواطن. لو هي واجب على المواطن يبقى اللي ما يروحش يدفع غرامه. واحكي لك حاجات لطيفه حصلت لي في التاريخ القديم. اما اذا كانت حق فمن حقه يروح او ما يروحش. المره دي الدستور قال حق وواجب، وبالتالي الحقيقه الحشد كان جيد. انا شايف ما شاء الله الكاميرات يعني جايبه اعداد كويسه. انا الدائره الانتخابيه بتاعتي مش بعيده عن البيت، بضعه امتار عن قدام البيت، وانتهزت فرصه ان انا تجاوزت سن ال30، فبقيت من العواجيز، ويعني اقتحمت الطابور بدون أولوية وقمت باللازم. فالحقيقة الترتيبات جيدة، أهميتها إن عندي أربعة مرشحين لأول مرة. يعني أنا عشت طبعا أيام قبل الثورة وكان أحزاب، ثم أيام الثورة وكان بيبقى مرشح أوحد اللي هو عادة كان الرئيس عبد الناصر وجزء من حكم الرئيس السادات، ثم ابتدينا نعمل برضو انتخابات، لكن الى حد كبير انتخابات سنة 2000 كانت يعني شبه صورية، ما الاخراج ما كانش جيد. وانا حتى قلت لاحد كبار المسؤولين وقتها في حزب الوطن، ما فيش مخرج في البلد دي، فرد يوضح لك الصورة، قال لي ما حدش عاوز مخرج عشان كل واحد يمثل على كيفه. دي كانت فوضى بقى. فبالتالي انا سعيد من هذه الانتخابات، وشايف المرشحين قدامي، اختياري هيكون مبني على معرفة سليمة، وأرجو أن يكون ده موقف، وأفتكر أن ده موقف معظم الذين سيذهبون إلى الدوائر الانتخابية. طيب، كيف خلقت هذه الانتخابات حالة من الزخم السياسي والتنوع الحزبي من وجهة ده نظرك؟ سؤال مهم، والحقيقة عاوز أقول أن احنا بحاجة إلى أن ننتهز فرصة كل مناسبة لكي نحشد الشعور الوطني حشدا طيبا. نعم. يعني احنا دائما بندور على مناسبات كهذه. ادي احنا كنا ملتفين حول التهديد الامني علينا بسبب ما يجري في غزه، حقيقي. وقبلها عملنا حشد كبير جدا بسبب ما يجري في اوكرانيا وتاثيرها علينا، وتاثير كان سلبي على العالم كله. قبلها الوباء، اللهم احفظنا، الكورونا واللي عملته فينا، والحمد لله مصر من الدول التي نجحت جدا في مواجهة هذه الأمور. لدرجة عاوز أقول لك خبر طيب، يعني تفضل. إن يقال إن جميع اقتصادات العالم تنمو بالسلب، يعني تتراجع بسبب هذه الأزمات الثلاثة، إلا خمسة اقتصادات رابعها مصر. مصر ما شاء الله ما زال اقتصادها ينمو بالإيجاب، صحيح مش بالقدر ده الخبر الكويس، نقدر يعني إن لازم يكون نضاعف الجهود، لأن احنا ما شاء الله منذ الثورة أنتجنا 25 مليون طفل عشان الرايحين ينتخبوا يبقوا فاهمين المشكلة. عندي 25 مليون طفل أضيفوا لقائمة الشعب المصري ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم، لكن علينا أن نضاعف العمل ومعدلات النمو والإنتاج لكي نطعم هذا الجيل الذي ولد على أرض مصر في فترة ال10 سنوات الأخيرة. أشكرك جدا، شكرا جزيلا السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق.